ليست المحبة يا أخواني بكثرة المصافحة، وليس المحبة بكثرة التمسح والتقرب. الظواهر هذه الذي ليست وراها شيء. المقصود يا أخواني المحبة اللي بالقلوب. سمعنا في المواعظ أن نحن نترك الغيبة، هل مننا يعني جاهد نفسه على ترك الغيبة؟ سمعنا منهم كل يوم يقولون بالحث على تلاوة القرآن، هل منا حد يعني شل هذه الموعظة إلى بيته ورتب ترتيب لنفسه وجاهد نفسه على أن يقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة يقرأ له جزء من القرآن؟ لا، ما حد يا أخوان. حد مننا جاهد نفسه على أن يعني يترك المحرمات الذي أوجب الله تركها علينا؟ مقصرين يا أخوان. ليست المحبة بهذه الأمور، إن المحبة لمن يحبه مطيعه. قال بعضهم قال انظروا إلى أن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم، يقين يحبون أنبياءهم، ولكن هل هم معهم؟ لا. إيش السبب؟ عدم الاتباع. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.